تعزيز علينا وتتواصل رحلتنا مع المشهد الاقتصادي وفقرة متابعات. المشهد الاقتصادي، متابعات اقتصادية. متابعات اقتصادية اليوم باش نتابعوا فيها الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسية الإفريقية تي بي ام 2024 اللي احتضنتها بلادنا مطلع الأسبوع هذايا. التفاصيل حول أهم التوصيات والمخرجات متاع الندوة هذية، حققت أهدافها ما حققت، الانتظارات بلادنا من الندوة هذية، نسبة الرضا علي وصلنا له خلال يومين من أشغالها، تفاصيل هذه الكل مع سيسليم يحيى مدير مركزي لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات سيبيكس. مرحبا بك سيسليم. عايشك، شكرا أولا على الاستضافة وتحية لمستمعي الإذاعة الوطنية. سليم يحيى، عضو لجنة تنظيم تي بي ام، وليس المدير المركزي لل عضو لجنة تنظيم لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية. وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. زميلتنا إيمان حداد الملحقة الإعلامية بسيبيكس، يعطيك الصحة يا إيمان. إذا أهم توصيات التظاهرة هذه لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية. هاي خليني نحط شوية تفسير على لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية، تونيزيان أفريكان بيزنس ميتينج، اللي هي انتظمت يومي 2 و3 جويلية بتونس العاصمة. هو منتدى أعمال متميز ريفيرونس ولا في تونس توا وفي إفريقيا، ضم حوالي 135 ممثل عن المؤسسات وشركات وديزانستيتيسيون يعني أفريكان، و120 وهياكل مؤسسات، 120 مؤسسة من 25 بلد من جنوب إفريقيا الصحراء، مقابل 19 بلد سنة 2022 اللي هي الدورة الثانية، خاطر السنة هي الدورة الثالثة. حوالي 300 ممثل عن 250 شركة مؤسسة تونسية مصدرة وإلا منجة ورغبة في التصدير للسوق الإفريقية، اللي يمثلوا 10 قطاعات منهم الصناعات الغذائية، الخدمات والقطاعات أخرى. واللقاءات لا نحكي اللقاءات اكزاكتومون، هل ماتشينج هذا التشبيك بين المؤسسات اللي قلت عليه 120 مؤسسة إفريقية اللي هي شركات جاية راغبة في توريد المنتوجات التونسية ومهتمة بسوقنا، صار تشبيك مع 300 كما قلت مؤسسة تونسية، أعطى 3937 لقاء مهني مباشر، يعني لقاء بي تو بي، بيزنس تو بيزنس، اللي بين هو رجال أعمال أفارقة ورجال أعمال تونسية. بالضبط بالضبط بالضبط. الملتقى تونيزيان بيزنس أفريكا ميتينغز السنة هذه متميز جدا، انه صار فيها يعني شخصيات، استضافه شخصيات عاليه المستوى على غرار الامين العام لمنطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه زليكاف، وبعض الوزراء وكوميسا زيدا الامين العام المساعد. اللقاءات هذه كانت فيها ثلاثه محاور رئيسيه. المحور الاولاني اللي هو الافتتاحية للسيونس بلينير، اللي كانت فيها أكثر من 700 مشارك بما في ذلك وزراء وسفراء ومدراء عامين لمؤسسات إقليمية ودولية، اللي كان من بين الحاضرين طبعا اللي هو تحت إشراف السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. الفقرة الثانية كانت اللي هي البي تو بي، لقاءات ثنائية، اللي كما قلنا أنجت 3937 لقاء مهني، وكانت فيها المحور الثالث اللي هي حلقات نقاش، كانت فيها السايد ايفنتس نحن نسميهم جانبيه، لقاءات حوار جانبيه اللي ناقشت بعض المواضيع، كما حلقه نقاش مع الامين العام لمنطقه التجاره الحره القاريه، كان فما اجتماع مؤسساتي يعني مع ليزانستيتيسيون كما الغرف التجاره في افريقيا والغرف التجاره في تونس، صار فيها توقيع اتفاقات دو كونفونسيون، اتفاقات
خطتيتين وخطتي عمل كما مع المراكز النظيره مركز نهوض بالصادرات كما اسي بيكس بالسنغال وانا بيكس بجمهوريه الكونغو الديمقراطيه. هل الاتفاقيات هذه كيفاش تنجم يستفيد منها المؤسسه الاقتصاديه المصدره التونسيه؟ بالضبط هو نحن ليفينمون كله نحن في خدمه المؤسسه والمؤسسات التونسيه يعرفوا شيء وهذايا دوركم اللي نمشيو مع بعض. بالضبط اللي نمشيو نعملوا برنامج مشترك مع بعضنا اللي يخدم المؤسسه التونسيه في تنظيم لتنظيم اللقاءات المهنيه مباشره سواء في البلدان الافريقيه والا هوني في تونس. بالضبط اللي يصير التنسيق بين مراكز الدعم كيما مركز نهوض بالصادرات ومراكز يعني ننتظروا تظاهرات مشتركه بين زوج بلدان هذوما. بالضبط بالضبط وصارت صباحيه كما خاصه بسوق الكامرون لانه الكامرون السنه هذه كان هو ضيف الشرف. بالضبط اللي شارك فيها 100 مشارك ندوه نقاش انتلأمت حول دور النساء سيدات الأعمال في تطوير التجارة البينية الإفريقية اللي شاركوا فيها 90 مشارك. وفي المحور الثالث كذلك قمنا ب60 زيارة لشركات تونسية في جميع القطاعات والاختصاصات. يعني الشركات الإفريقية اللي جات بعد هاللقاءات الثنائية المباشرة طلبت أنها تقابل مؤسسات. يعني نزلت للميدان نزلت للميدان يعني بالضبط نسج المؤسسات نتاعنا الستين لكن باش سي سليم باش نستوقفك عند الاتفاقيات يعني هل يعني مع ختام اشغال هذا المنتدى اللي هو يعتبر حدث اقتصادي يعني تجاري مهم لدفع المبادرات التجاريه البينيه بين تونس والبلدان الافريقيه واللي زاد فما رقم جديد صرحت به وزيره التجاره اللي هو ارتفاع المبادرات التجاريه بالافريقيه طبعا مع تونس بنسبه 3.2%. غير زاد باش نحكيو عليه لكن باش نستوقفك عند الاتفاقيات، هل هناك الى جانب الاتفاقيتين اللي بين المراكز يعني المهنيه، هل هناك اتفاقيات فعليه تم توقيعها على هامش والا في ختام هذا المنتدى؟ هو الاتفاقتين اللي دو كونفونسيون اللي صاروا ما بين كما قلت انا مراكز الدعم كما مركز نهوض بين المؤسسات نقصد المؤسسات التونسيه فهمتك شنو تقصد معناها تقصد على طلبات شراء لي كونترا صحيح لي كونترا هو هل التظاهرات هذه نحن التقييم يصير من بعد معناها هذا اشو ومن بعد نشوفوا نتصلوا بالمؤسسات المشاركه كما اللي صار في اللقاءات نجم نعطيك الارقام تاع الدوره الثانيه مثلا نعم. من, من, من الارقام مثلا 36% من المشاركين معنا في اطار المتابعه ما بعد بالضبط في كثير متابعه اوليه وبعدين بعد متابعه في المرحله الثانيه اللي هي نشوفوا تاكيد الطلبيات اللي تبع 3900 لقاء مهني هذا اللي صار شنو هي باش يعطيونا كطلبيه معناها يصير من بعد نسبه نجاعه هاللقاءات البي تو بي 3900 لقاء بالنسبه للدوره السابقه قداش نسبه النجاعه؟ بالضبط بالنسبه للمشاركين مثلا بالدوره الثانيه كان فما حوالي 100 مؤسسه تونسيه مع 150 مؤسسه أجنبية. بالضبط وصار 150 مؤسسه تونسيه مع 100 مؤسسه افريقيه وصار التشبيك اللي وصلنا ل 2500 لقاء مهني ثاني. بعد هالتقييم كما قلت لك انا وصلنا لنسبه 36% من المشاركين المؤسسات التونسيه والافريقيه عقدوا طلبات وعملوا اتفاقيات وبرامج مشتركه وصار التصدير الفعلي هذا اللي نحن هذا هو اللي بالضبط صار 36% يعني من المشاركين اللقاءات صدروا ريالمون هي فعلا بوابه للتشبيك بين المؤسسات التونسيه ونظرائها في البلدان الافريقيه باش يصير تبادل وبالطبيعه الاسواق الافريقيه اسواق كبيره سوق استهلاكيه كبيره برشا في المؤسسه التونسيه وقت اللي تلقى اسواق كبيره مئات الملايين تاع المستهلكين اكيد هذايا باش يدعم المؤسسه التونسيه وزاده باش يروج المنتوج التونسي اللي نلقاوه موجود في الاسواق الافريقيه. اهم القطاعات اللي كانت ناجحه في الدوره السابقه واللي من منتظر كيف انها تتعزز النجاعه والفعاليه تاع مشاركتها في الايام الافريقيه هذه. شكرا على السؤال. نحب نعرج على نقطه مهمه اللي هو اهميه اللقاءات هذه انها تكون في تونس ومن بعد نجاوب على القطاعات. نعطيك ناخذ مثال باش نفهم المستمع باش يفهمها ببساطه. مؤسسه تونسيه مصدره ولا راغبه في التصدير ولا ليجون بروموتور يحب يمشي لافريقيا يحب يمشي يصدر نحن افارقه ويحب يمشي لجنوب الصحراء باش تتكلف له مثلا يختار بلاد السنغال فما دي فري
كذا يمشي يمشي، واللي هي تكون النقل والإقامة والترويج مكلفة للمؤسسات الصغرى أساسا. مش يمشي البلد واحد هذا، بينما نحن في وتخلو اللقاءات برشا أوقات يخلي مؤسسته في تونس ويغيب عليها وبش يمشي عدي على الأقل أسبوع بالضبط. هو غايب على المؤسسة متاعه إلى جانب المصاريف بالضبط. بينما في اللقاءات هذه اللي هي مهمة جدا للمؤسسة التونسية خاص يعني في عوض يمشي سور بلاس، ونحن نشجعوه انه يمشي خاطر عندنا مكاتبنا نحن في مركز نوض بالصادرات في افريقيا واللي دورنا نحن نحن نجيو نجيبوا له 25 بلد يعني 25 مؤسسه من كما قلنا 120 مؤسسه من 25 بلد في نفس الوقت يجيوا سور بلاس لتونس ويقابلهم. وهو بالطبيعه صاحب المؤسسه يبدا عنده الموعد بالضبط مع الشريك اللي يخدم في المجال الاستثماري نتاعو ومحضر الملف نتاعو، فتكون اكثر نجاعه هكايا واكثر امكانيه لربط العلاقات وابرام الصفقات. بالضبط بالضبط. يعني كي يجي هوني سور بلاس يكون هو مرتاح، ومن بعد ينجم يهزوا المؤسسه يوريه المؤسسه اللي وهي ميزه مهمه فيها. جدا ميزه بالضبط. مهمه وفرتها بلادنا معناتها رجال الأعمال والقطاع الخاص القطاعات الصناعية وغيره أنه باش يمشي ويرى التكنولوجيا المستعملة في المعامل والمصانع التونسية، هذه زادة يدعم الثقة في المنتوج التونسي وفي جودة المنتوج التونسي. بالضبط. هو جودة المنتوج التونسي لا غبار عليه أنه مطلوب جدا في إفريقيا وخصيصا في الأربع قطاعات اللي عليها طلب أو نخدم عليها نحن، واللي هي قطاع الصناعات الغذائية المحاولة أو نصف محاولة يعني ترانسفورمي سمي ترانسفورمي، هذا قطاع الأول مطلوب في إفريقيا. بعده جي مواد البناء والإنشاء اللي صار عليها طلب كبير مهم. حتى تو وصلنا دخلنا لشرق إفريقيا اللي هي لابارتي أنجلوفون واللي ما كانش عندنا معها عادات للتصدير ومبادلات تجارية، صار معها مبادلات تجارية بالضبط مهم جدا. القطاع الثالث اللي هو الخدمات الصحية، والقطاع الرابع اللي هي الخدمات بصفة عامة وصناعات نحب نضمها مع بعضهم وصناعات الأدوية. نعم. هذه أربع قطاعات اللي قاعدين نخدموا عليها، وتوجهنا نحن نخدموا توا على لابارتي نسميها نحن لي برودوي دو نيش اللي فيهم قيمة مضافة عالية اللي موجودين ياسر في الخدمات، واللي تونس متميزة بالشباب نتاعنا متميزين في الابتكار وقاعدين نخدموا عليهم هذم وفيهم يعني بوتنسيال كبير. هذه من الأربع قطاعات اللي شهدت اللي قلت لك نسبة 36% من المشاركين بالضبط يعني اتفاقيات تفعيل الاتفاقيات في الأربع قطاعات هذا. الزيارات الميدانية كان تعطينا عليها بعض الأرقام والمعطيات الإضافية بالنسبة للدورة الحالية. هو نفسر البروسيس كيفاش يصير. كما قلت لك بعد اللقاءات الثنائية المهنية المباشرة اللي بي تو بي اللي صارت يومي 2 و3 الشركات الإفريقية بعد ما قابل بار اكزومبل ناخذ مثال قابل 10 مؤسسات تونسية يقول نحب نمشي نشوف المؤسسة هذه، يصير مركز نوض بالصادرات ينظم له مع عندنا الخبراء نتاعنا ننظموا له زيارات للمؤسسة هذيك ونخليهم يكملوا يحكيوا مع بعضهم باش تصير تفعيل الاتفاقيات اللي قلنا كنا نحكيوا عليهم اللي بعد ان شاء الله تو نحكيوا على نتائجهم نعملوا نحن تقييمنا ذاك ونسيروا على واكيد الاتفاقيات هذه فيها تصدير للمنتوج التونسي وفيها عمله صعبه تدخل لبلادنا وصوره تونس اللي تخلط بهاك المنتوج اللي باش يمشي للبلد الافريقي. والاهم ناخذ بلاصتنا احنا في تونس ديما يحكيوا على انها بوابه افريقيا وبوابه السوق الواعده هذه بالحق في مثل كمثل هذه التظاهرات بالحق تخلينا احنا في يعني السوق اللي هي بوابه بالحق بالفعل ما يلزمناش نفقدوا مكانتنا ونعطيوها يعني لبلاد اخرى يلزم نفتكوها باقصى مزايا وعندنا مزايا ظاهره تفاضليه خاصه في الخدمات وقطاع الصناعه وهذا مهم جدا ولا بد من الترفيه في المبادلات هذا مهم جدا يعني في الفتره المقبله. بالضبط بالضبط. نحن بلاستنا وبوابه لافريقيا ساعة نحن تونس نحن بوابه لافريقيا جنوب الصحراء. مركز نهوض بالصادرات عنده استراتيجيه متكامله للعمل وكما قلت انت خلينا نقولوها بالتونسي باش نفكوا بلاصتنا قاعدين نفكوا في بلاصتنا انك تشوف اسواق جديده قاعده تتحل راهو ما هو
مش سهل انك تحل سوق جديده. نحن الحمد لله الشركات التونسيه بالتعاون مع لي انستيتيون الهياكل التونسيه قاعدين يحلوا في اسواق جديده في 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 شرق افريقيا في غرب افريقيا. تونس منضمه للسوق المشتركه بالضبط السوق المشتركه اللي استغليناها استغلال ممتاز. انضمامنا لزليكاف ناشطين جدا نشاط يعني ديما نحكي على الهياكل الخاص هياكل القطاع الخاص والعام وقاعدين وقدرة ربي نفكوا في بلاستنا وش نواصلوا ونفكوا بلاستنا والمنتوج التونسي قاعد يدخل الأسواق الإفريقية حتى الأسواق الجديدة كما نقول ديما نعاودها شرق أفريقيا اللي هي كانت في 5 سنوات الفارطة ما نعرفوهاش طول المنتوج التونسي تلقاه في الجراند سيرفاس توسع في الشرق نعم. صحيح وهذا مهم جدا, بالتوفيق للمؤسسات التونسية المصدرة باش كما قلنا تعرف بالمنتوج التونسي تقتحم أسواق جديدة وتدخل عملة صعبة لبلادنا. شكرا ليك سي سليم يحيى مدير أو عضو لجنة تنظيم الدورة السالفة للقاءات الأعمال التونسية الإفريقية تيابيام 2024 ممثل عن مركز النهوض بالصادرات. نهم ونواصل رحلتنا.